كل شيء يتنفذ زي ما قلت يا بيك وحسب رايك. وبعتنا لكل الدبورين باش يرجعوا لك في كل كبيره وصغيره وشارده ووارده. وبالنسبه لديوان الجمارك رفعوا لزمه الشقف ولزمه قمان صناديق البضايع في المرسى زي ما امرت يا بيك. والقياد والاغاوات يعطوا تراهم الفرقة ويقصوا من لزمة كل بلاد من لزمتها. رد بالك تقامز على الكرسي يا بيك، هذا فال مش كويس ليك. أي بيك يقامز على كرسي الباشا ما وليش الباشا يا بيك، هك يقولوا ناسنا الأولين. يا بيك لا ما ترعاش روحك يا كيخي وما تصدقش الخزعبلات هذه. أنا بنولي الباشا الجاي على البلاد كلها وما يقدرش حد يمنعني من الكرسي هذا. لو توحدوا الإنجليز والفرنسيس والعثمانيين بأساطيلهم ضدي بنولي الباشا، يعني بنولي الباشا. خذ مني الكلام اللي نبث يا بيك، هذه فرصتك وجدت اللي عندك، ما تضيعهاش وتبدأ تصفي خصومك اللي في السرايا اليوم قبل غدوها. كولهم قبل ما ياكلوك ويقولوا عليك سيبها بالعين وقصها بالجرة، خاصة خوتك أحمد ويوسف، هذو أخطر واحدين يهددوا في حكمك للسرايا وللإيالة كلها، ولابد تحط لهم حد يا بيك، لابد.